أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: السفارة اللبنانية في مسقط تعرب عن أسفها حول تقرير بثته قناة تلفزيونية لبنانية وتؤكد عمق الروابط الأخوية بين لبنان والسلطنة. أكثر من 20 شهيدا فلسطينيا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، والجامعة العربية تتهم إسرائيل بعرقلة مفاوضات القاهرة. قوات البشمركة العراقية تحقق تقدما في ميدان المعركة مع داعش، وباريس تقترح استضافة مؤتمر دولي للأمن حول العراق. أصدرت سفارة الجمهورية اللبنانية في مسقط اليوم بيانا توضيحيا حول تقرير بثته إحدى قنوات التلفزة اللبنانية عن الوضع الصحي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وأعربت السفارة في بيانها عن استغرابها الشديد وأسفها لورود هذا التقرير على وسيلة إعلام لبنانية، مشيرة إلى أن التقرير لا يرتكز إلى أي مصدر رسمي، مشيرة إلى التقدير الكبير الذي يكنه لبنان دولة وشعبا لجلالة السلطان المعظم حفظه الله. وأكدت السفارة اللبنانية بمسقط أنها وإذ تؤكد حرصها على حرية الإعلام، فإنها تدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة والدقة في نقل الخبر، لا سيما إذا تعلق الأمر برمز دولة شقيقة. بهدف تكوين وعي بمفهوم المحاكمة العادلة ومدى تطبيقها في المجتمع، انطلقت بولاية صلالة فعاليات مؤتمر ضمانات المحاكمة العادلة الذي تنظمه جمعية المحامين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامون والقانونيون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية وشرطة عمان السلطانية. رعى افتتاح المؤتمر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. نظمت جمعية المحامين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر ضمانات المحاكمة العادلة الذي يأتي انطلاقا مما كفلته الشريعة السمحة لأي متهم كحق شرعي في ظل القوانين السارية بالسلطنة، وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة وما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية. نحن نهدف من هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر ضمانات المحاكمة العادلة توعية المجتمع بأن المتهم يمر بأربع مراحل قانونية أثناء فترة التقاضي. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة جمع الاستدلالات، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحقيق، المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المحاكمة، والمرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي مرحلة التنفيذ. إن المحاكمة العادلة أوسع من أن تقتصر على حق الفرد في أن يعامل كبريء وليس كمتهم، ومن حق المتهم أن يحظى بمحاكمة نزيهة وأن تقرى عليه جنحه ويمكن من حق الدفاع عن نفسه والاتصال بذويه. استقطاب جميع القانونيين في السلطنة للاستفادة والإفادة في مجال حقوق الإنسان ونشر وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين أبناء هذا الوطن. المرأة دائما لها دور في كافة الفعاليات اللي تقيمها الجمعية، وبالطبع احنا دائما نحرص على ان نعطيها دور كبير ومهم في هذا المجال، ابتداء من التنظيم نفسه وبالمشاركين. مثل ما تشوف ان في عدد يعني كبير من المحاميات والموظفات او الباحثات القانونيات، وما في اي فرق ما بين المرأة او الرجل في كافة المراحل. تخلل أعمال المؤتمر طرح 7 أوراق عمل تهدف إلى تكوين الوعي بمفهوم المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على دور الجهات القضائية في ضمان عدالة المحاكمات. جميع الأوراق التي سوف يتناولها المؤتمر هي أوراق تتعلق بالعوامل أو الضمانات التي تجعل من هذه المحاكمة منصفة، وعلى رأسها مبدأ البراءة وعلانية الجلسات ومبدأ المساواة وغيرها من الأوراق التي سوف يتناولها أشخاص من جهات مختلفة أيضا، سواء من وجهة نظر القضاء أو من وجهة نظر الادعاء العام وهي جهة الاتهام، أو أيضا من وجهة نظر الدفاع وهم المحامين. إن ضمان محاكمات عادلة لكل فرد من أفراد المجتمع هو غاية سامية بذاتها لما تؤمنه من استقرار اجتماعي ورقي قضائي ينعكس إيجابا على المجتمع. محمود نسيل تبوك، محافظة ظفار.
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة الثلاثاء إلى 22 شهيدا بجانب عشرات الجرحى. في الأثناء توجه وفد وزاري عربي إلى جنيف السويسرية لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد اجتماع للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بشأن العدوان الإسرائيلي. بعد أكثر من 40 يوما على المعارك وأسبوعين من المحادثات التي باءت بالفشل في القاهرة، عادت الأمور إلى نقطة البداية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات جوية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، واستهدفت منازل الفلسطينيين ودكتها فوق رؤوسهم. أنا عندي مفقودين، زوجتي وأولاد اثنين وبنت وولد من الجيران، لحتى الآن تحت الردم. ففي محاولة إسرائيلية لاغتيال القائد العام لكتائب القسام التابعة لحركة حماس محمد ضيف، قصفت الطائرات الحربية منزلا لعائلة الدلو في حي الشيخ رضوان، فاستشهدت زوجة ضيف وابنه وثمانية فلسطينيين آخرين انتشلوا من تحت أنقاض المنزل، فيما استشهد أربعة فلسطينيين آخرين باستهداف منزل يعود لعائلة اللوح في دير البلح، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مساء الأمس إلى أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى. إسرائيل تحاول أن تبقي الموضوع وكأنه مجرد ملف أمني يعالج بالضرب وبالقصف وبالردع دون التطرق لأسباب هذا العنف المتجدد الذي، وحتى لو استقرت الهدنة لشهر أو بضعة أشهر، سيتجدد يعني هذا العنف وهذا القتال. وفي ردها على الاعتداءات الإسرائيلية، أعلنت كتائب القسام استهدافها لمحطة غاز إسرائيلية قبالة سواحل غزة، فيما واصلت فصائل المقاومة قصفها للمواقع الإسرائيلية في وقت تعالت فيه الأصوات الإسرائيلية المطالبة بحرب طويلة على غزة وعدم العودة إلى المفاوضات مع حماس. هناك معركة داخلية على صعيد تعزيز الوحدة الفلسطينية، هناك معركة داخلية على صعيد المواجهة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل. الفلسطينيين لا يجب أن يشعروا بالعجز أمام يعني الصلف الإسرائيلي، وهو صلف قائم على العدوان والعنصرية. إسرائيل من تسعى للإبقاء على حالة لا تهدئة، اقتحمت قواتها فجر اليوم منزل النائبة في المجلس التشريعي خالد جرار في رام الله وسلمتها أمرا بالإبعاد إلى أريحة، كما هدمت أربعة منازل شرق نابلس واثنين آخرين في طوباس شمال الضفة الغربية. هو شكل من أشكال الإعلان عن أن المناطق الفلسطينية هي مناطق محتلة وأن لا حصانة لأحد وأن إسرائيل هي فوق الجميع. ها هي إسرائيل ومن جديد تواصل عدوانها ضد الفلسطينيين الذين وعلى ما يبدو أنهم لم يرتقوا إلى قائمة الشعوب الجديرة بالمساندة الدولية ضد الاحتلال وظلمه. راني عريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. من جهتها اتهمت جامعة الدول العربية إسرائيل بإعاقة المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة غدا استئناف القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ الفلسطينية. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن إسرائيل هي التي تعوق كل أنواع الاتفاقيات التي تؤدي إلى تهدئة. وأكد العربي أن الجامعة العربية ترغب في الوصول إلى الهدنة الدائمة في أقرب وقت ممكن حتى يمكن البحث في الخطوات المستقبلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي وقت سابق أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ضرورة تكثيف الجهود المبذولة إقليميا ودوليا للوصول إلى وقف نهائي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في عمان اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشدد الملك عبد الله على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما في ضوء ما يتعرض له قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية والخدمات، داعيا إلى تكثيف المساعي الدولية باتجاه إعادة استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي. أفادت مصادر في البشمركة الكردية بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية انسحبوا من إحدى المناطق التي كانوا يحتلونها لصالح قوات البشمركة غربي مدينة الموصل. ومن جهة أخرى أعلنت ألمانيا أنها مستعدة لتسليم أسلحة للقوات الكردية شمال العراق التي تتصدى لمسلحي ما يعرف بتنظيم داعش، وكانت فرنسا أعلنت عن إجراء مماثل الأسبوع الماضي.
بسرعة كبيرة تحاول قيادة العمليات المشتركة الحكومية الكردية الأمريكية استثمار الانهيار المعنوي والميداني الحاصل في صفوف عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. فبعد استعادة الجزء الأكبر من سد الموصل تتجه القوات الكردية نحو مدينة زمار أقرب النقاط الجغرافية لمحافظة تهوك في إقليم كردستان العراق، وسط تقدم تشوبه المعارك الشرسة مع أفراد التنظيم، فيما أوقفت القوات الحكومية العراقية تقدمها مؤقتا باتجاه مدينة تكريت التي تشهد عملية عسكرية أطلق عليها عملية التطهير الحقيقي لطرد مسلحي داعش. طبيعة الدعم الدولي الذي يقدم للمؤسسة الأمنية العراقية أولا وحتى لقوات البيشمركة ثانيا، وطبيعة الضربات الجوية الأمريكية ستساهم بشكل كبير باستعادة الأرض على مستوى المناطق المتنازع عليها أو حتى تلك المناطق العائدة للدولة العراقية بالتحديد في تكريت وفي الموصل. لهذا نعتقد أن زخم المعركة سيستمر وبالتالي سيكون هناك استعادة، لكن ليس بالسرعة التي يمكن أن نراها في القريب العاجل. أزمات العراق السياسية والأمنية حولت كل من بغداد وأربيل إلى وجهتين للمسؤولين الدوليين وخصوصا الأوروبيين منهم، إذ وصل رئيس الوزراء الإيطالي ليبحث مع المسؤولين العراقيين سبل الدعم الإيطالي للعراق بملفين رئيسيين، الأول محاربة تنظيم داعش والثاني ملف أغاثة النازحين والمهجرين خصوصا من الأقليات. وصول رئيس الوزراء الإيطالي هو دعم كبير أولا لعملية مواجهة الإرهاب، إذا ما ذكرنا بأن العراق يخوض اليوم حربا عالمية على الإرهاب، وكذلك دعما إنسانيا بعد أن أعلنت هيئة الأمم المتحدة بأن العراق في حالة خطر وأعلنت مستوى الإنذار الثالث لدعم وإدامة زخم المساعدات الإنسانية، كما أنها تديم الدعم السياسي بمحاولة جذب الأطراف السياسية العراقية للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. ما يواجهه العراق هو مواجهة الإرهاب نيابة عن كل العالم، وبالتالي دعم لدحر أوكار الإرهاب في نينوى وبقية المناطق أعتقد اليوم بدأت تتفاعل، بحيث انعكس ذلك على زيارات وزراء الخارجية من المجتمع الدولي وخاصة الأوروبية لإشعار العالم بأننا نقف خلف العراق. ووسط هذين المشهدين قتل وأصيب أكثر من 20 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين شرقي العاصمة. الحاجة إلى الإجماع الوطني وفي كل القضايا هو ما يحتاج إليه العراق الآن على صعيد السياسة والأمن وملف النازحين. لتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي، بغداد. من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا حول الأمن في العراق دون أن يحدد موعده الزمني. وأضاف الرئيس أولاند في مقابلة مع صحيفة فرنسية أن الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية أكبر من الخطر الذي شكله تنظيم القاعدة عام 2001 حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل طويلا في مناقشة التدخل أو عدم التدخل في العراق. وأكد الرئيس الفرنسي أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول الشرق الأوسط سيشاركون في المؤتمر. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. البحرية السلطانية العمانية تكشف عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري. من هنا تبدأ أسطر الحكاية. تقاليدها راسخة كالجبال. أصالتها مضرب مثل في كل مكان. بساطتها ليس لها مثيل. لا حدود لكرمها. حاضرها مشرق متجدد.
مهرجان صلالة السياحي 2014 من 30 من يوليو إلى 6 من سبتمبر. السفارة اللبنانية في مسقط تعرب عن أسفها حول تقرير بثته قناة تلفزيونية لبنانية وتؤكد عمق الروابط الأخوية بين لبنان والسلطنة. أكثر من 20 شهيدا فلسطينيا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، والجامعة العربية تتهم إسرائيل بعرقلة مفاوضات القاهرة. قوات البشمركة العراقية تحقق تقدما في ميدان المعركة مع داعش، وباريس تقترح استضافة مؤتمر دولي للأمن حول العراق. كشفت البحرية والسلطانية العمانية خلال مؤتمر صحفي عن موعد انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري مسقط 2015، والذي حددته في 2 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء الدوليين المختصين في مجال الطب البحري من داخل السلطنة وخارجها. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة ودراسة مجالات الطب البحري وطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، كما سيناقش المؤتمر أهمية وجود مظلة حكومية تشرف على الغواصين والعاملين في المجال البحري. على طول 3165 كيلومتر بحري تمتد سواحل السلطنة، فأوجدت بذلك حراكا لفئة الغوص التجاري والغوص العلمي بالإضافة إلى فئة هواة الغوص. من هنا شرعت البحرية السلطانية العمانية في إقامة مؤتمر دولي ثان للطب البحري في 2 فبراير المقبل، بعد النجاحات التي حققها المؤتمر الأول في العام 2006. نجاح المؤتمر الأول هو يعني محدد أساسي لتحديد الأهداف لهذا المؤتمر والنظر في الإعداد إلى الإعداد الجيد، وبالتالي نتمنى أن يخرج بإضافات في المحاور الثلاثة اللي ذكروها الأطباء المتخصصين. وبما أن الغواصين قد يتعرضون لإصابات تحتاج إلى طب متخصص، سيضع المؤتمر ضمن أولوياته مناقشة ودراسة مجالات الطب البحري وطب الأعماق، إضافة إلى تناوله خدمات العلاج بالأكسجين الذي بات بديلا طبيا للحالات التي يستعصي علاجها بالطرق الطبية التقليدية. السلطنة رائدة في مجال الطب البحري وتمتلك مقومات حديثة وعالمية ترشحها لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميا. المؤتمر مقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول يعنى بطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، أما القسم الثاني فهو يعنى باستخدام تقنية المعلومات في الطب بشكل عام والطب البحري بشكل خاص، ما يتعلق بالسفن وخلافه. أما القسم الثالث فهو يعنى بالطب المهني. المؤتمر المزمع إقامته ستشارك فيه دول نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي من المنتظر منه أن يساهم في وضع خارطة جديدة للطب البحري. الإصابات التي يتعرض لها الغواصون والعاملون في المجال البحري تحتم على جهات الاختصاص تطوير طب الأعماق خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه عدد من المختصين بأن السلطنة متقدمة في هذا المجال على مستوى المنطقة. فارس بن جمعة الوهيبي من فندق قصر البستان مسقط. استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه اليوم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في ندوة التماسك الأسرية الثالثة. وأكد معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار خلال لقائه الوفود الخليجية على أن الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي يسودها التعاون والألفة والمحبة، حيث تتمسك الأسرة بعاداتها العربية الأصيلة القائمة على التكافل والترابط فيما بينها، مستمدة ذلك من تعاليم ديننا الحنيف.
بهدف الارتقاء بالتغطيات الإخبارية التلفزيونية في مختلف محافظات السلطنة، افتتحت بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون دورة مهارات التواصل بين فرق عمل الإنتاج الإعلامي. وتسعى الدورة إلى تجويد العمل في مجال التقارير الإخبارية بما يلبي طموحات المشاهد والمستمع على حد سواء. افتتح الدورة سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ركزت الدورة التدريبية لبناء مهارات التواصل بين فرق العمل، والتي جمعت العناصر الأساسية لصناعة الخبر التلفزيوني على الأسس التكاملية لصناعة خبر إعلامي بجودة وتقنية تجمع بين المضمون والإبداع. خطوة أرادت منها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى استفادة المراسل والمصور وفني المونتاج من التجارب والخبرات الحديثة في إنتاج التقارير الإخبارية بصورة متكاملة. هدف هذه المكاتب هو أن تكون أرض السلطنة من أقصاها لأقصاها مغطاة إذاعيا وتلفزيونيا من خلال إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، وعندما أقول مغطاة فهو أعني بها هنا مغطاة البيئة العمانية من حيث إنسانها ومن حيث مكانها. هذه الدورة هي بداية، لأنه نحن نعتقد أنه كل فترة زمنية حوالي 3 إلى 6 أشهر يجب يصير فيه نوع من اللقاء التدريبي. هذا اللقاء هو كل فريق العمل بيتعرف على بعضه وبيثقف الرؤية الفنية اللي عنده من حيث الصورة، من حيث المونتاج، من حيث المراسل، وهيك بنخلق فريق عمل متكامل. برنامج حافل وعلى مدار يومين تتضمنه فعاليات الدورة، والذي سينعكس إيجابا على المشاركين الذين هم بدورهم تقع عليهم مسؤولية تقديم نمط وقالب خبري ملبيا لحاجات المشاهدين على اختلاف فئاتهم. هذه الدورة أتت مهمة لأفراد هذا الطاقم لكي ينتج تقرير ممتاز. لابد من تكاتب بين أطراف العمل من مونتاج ومصور ومراسل. مهارات التواصل بين فرق عمل الإنتاج الإعلامي خطوة جادة لبناء قدرات متكاملة مع العناصر الأساسية لبناء الخبر الإعلامي، في ظل توجه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتفعيل مكاتبها في المحافظات ومع تنوع ثراء مفردات البيئة العمانية. عبد الله بن عامر الويهي من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون محافظة مسقط. ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي محمد صار. النشرة الاقتصادية برعاية شكرا لكم إبراهيم ولجينا الموجز الاقتصادي. من البداية من العناوين: برنامج تدريبي حول الاستفادة من القيمة المضافة في القطاع الزراعي وتفعيل مخصصات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بكم. تفعيلا لنسبة 10% من نسبة مخصصات المناقصات الحكومية للمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر الهيئة، نظمت أول برنامج تدريبي حول القيمة المحلية المضافة في القطاع الزراعي والقطاع العام. تفاصيل البرنامج نتابعها في التقرير الآتي. القيمة المحلية المضافة في القطاع الزراعي والقطاع العام، برنامج تدريبي طموح تسعى من خلاله الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تسهيل إسناد المناقصات والمشتريات الحكومية لأصحاب تلك المشاريع. سوف نتطرق بالتجارب العالمية سواء كان في تايلاند أو في دولة الهند أو في هولندا على سبيل المثال في القطاعين الزراعي والعام، وكيف وما هي قصص نجاحهم من باب تنوير الأعضاء، من باب التوعية لهم. الجزئية الثانية من البرنامج راح يكون برنامج تدريبي لقاعدة البيانات اللي بنتها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لجمع البيانات المشتريات والمناقصات في القطاعات عشان نوصل للإحصائيات والنسب المرجوة اللي وصلوا فيها لحد الحين. يعني
ويهدف البرنامج لتعريف لجنة 10% عن كيفية تطبيق القيمة المحلية المضافة وأهميتها لتطويرها وتنميتها دعماً للاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات بنوعيها لتكون قادرة على تنفيذ أعمال بمستوى عال والتعريف بالبرنامج الخاص بإسناد المشاريع. سوف يتم مناقشة كيفية إسناد هذه المناقصات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج إلكتروني تم إعداده في الهيئة وتم تنصيبه في مختلف الجهات الحكومية بحيث يكون هناك بيان واضح لكيفية إسناد هذه المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحصول على بيانات إحصائية توضح ما قامت به كل جهة حكومية من إسناد لمشاريع ومشتريات حكومية لهذه المؤسسات. القيمة المحلية المضافة للقطاع الزراعي والقطاع العام تأتي تفعيلا لنسبة 10% من مخصصات المناقصات الحكومية لصغار ومتوسط المستثمرين. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. مرتفعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ليصل إلى مستوى 7340 نقطة، وبلغت قيمة التداول في السوق أكثر من 8 ملايين ريال. فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات، ارتفعت بنسبة 2% عن آخر يوم تداول لتبلغ أكثر من 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة شراء غير العمانيين 3,700,000 ريال. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفا اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفا. في فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن برنامج إنعاش اقتصادي في مجال الإسكان، كاشفا عن خطوات عملية للمضي قدما نحو تحرير قطاع الخدمات. وقال الرئيس الفرنسي إن حكومته ستعمل على تسهيل عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض استثمارية، موضحا أنه يخطط كذلك لإدخال إصلاحات على الجدول الضريبي من أجل العمل على رفع القوة الشرائية لمحدودي الدخل. وتأتي هذه الخطوات في محاولة من أولاند لرفع معدلات النمو الاقتصادي سعيا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها بلاده. ومن فرنسا إلى روسيا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من السنة الماضية. وأفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية بأن حجم الإنتاج الصناعي نما بنسبة 1.5% في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الهيئة أن إنتاج النفط ارتفع بنسبة 1.4% ليزيد عن 300 مليون طن. نقانق دجاج الصفاء، برجر دجاج الصفاء، قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائماً. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باعتماد قواعد دولية ضد ما يعرف ببنوك الظل، والتي يقصد بها صناديق المضاربات أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بعمليات تحويل رؤوس أموال بالمليارات، وذلك دون أن تخضع لأي نوع من المراقبة الحكومية، وذلك خلافا للبنوك التقليدية. وحذرت ميركل من خطر تجنب القوى الفاعلة في أسواق المال لقطاع البنوك التقليدية والهروب إلى قطاع بنوك الظل، وأكدت أنه ينبغي إخضاع هذه الأسواق للرقابة تجنبا للوقوع في أزمة مالية أخرى.
وفي أبرز أخبار أسواق الذهب الأسود، قفز الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من دولار للبرميل قبيل انتهاء تداول عقود سبتمبر، بينما ارتد خام برنت من أدنى مستوياته في 14 شهرا ليصل إلى 102 دولارين للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط مسجلا أدنى مستوياته في 7 أشهر عند 94 دولارا و26 سنتا للبرميل، بينما صعد خام برنت تسليم أكتوبر بنحو 46 سنتا للبرميل. هذا فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بمقدار $1.45 ليصل إلى $95.93 للبرميل. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الزملاء إبراهيم ولجينة وتتمة أخبار النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية الصفا. شكرا علي. على الحدود مع هونغ كونغ وفي جزيرة هنكين الصينية يقع أكبر حوض مائي في العالم، وتسعى الصين إلى جعل الجزيرة مركزا ووجهة سياحية يجري الترويج لها كساحة اختبار لإصلاحات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي. يرتفع تمثال عملاق بعلو 63 مترا لقرش حوتي أزرق أمام أكبر حوض أسماك في العالم موجود على جزيرة صينية يتم الترويج لها على أنها مجال اختبار لإصلاحات رامية إلى تشجيع الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي. وتقع جزيرة هنكين قبالة نهر اللؤلؤ الشهير لناحية شنزن، المدينة التي تشهد طفرة اقتصادية على الحدود مع هونغ كونغ، والتي تم تصنيفها منطقة اقتصادية خاصة قبل 35 سنة. وتسعى الصين إلى جعل هذه الجزيرة مركز ثقل أساسي في مجال التعليم والصناعات المبتكرة والسياحة، مع متنزهات متخصصة وفنادق ومطاعم لجذب عدد أكبر من الرواد من الطبقة الوسطى في الصين. ويضم حوض الأسماك الذي كلف إنجازه 5 مليارات دولار ضمن مشروع مملكة شمالوغ البحرية ما مجموعه 49 مليون لتر من الماء، ما خوله نيل تصنيف أكبر حوض مائي في العالم بشهادة من كتاب جينيس للأرقام القياسية لدى افتتاحه في آذار مارس. ويشير المسؤولون المحليون الذين أقروا سلسلة تخفيضات ضريبية إلى أن سياساتهم جذبت 250 مليار يوان من الاستثمارات منذ انطلاق المشروع في العام 2008. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. السفارة اللبنانية في مسقط تعرب عن أسفها حول تقرير بثته قناة تلفزيونية لبنانية وتؤكد عمق الروابط الأخوية بين لبنان والسلطنة. أكثر من 20 شهيدا فلسطينيا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، والجامعة العربية تتهم إسرائيل بعرقلة مفاوضات القاهرة. قوات البشمركة العراقية تحقق تقدما في ميدان المعركة مع داعش، وباريس تقترح استضافة مؤتمر دولي للأمن حول العراق. نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا، وإلى آخر الأحوال الجوية وعودة إلى العواصف المدارية. مثل ما تلاحظون هنا العاصفة المدارية لوويل، والتي تتواجد شرق المحيط الهادي، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بحوالي 45 عقدة، فيما تتحرك بالاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 6 عقد في الساعة، مبتعدة عن السواحل الغربية للقارة الأمريكية. ومباشرة من لوويل إلى آخر صور الأقمار الاصطناعية التي نشاهدها هنا، معظم السماء تبدو صافية عدا بعض السحب التي تتكون على سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي، وتؤدي إلى أمطار محلية متفاوتة الغزارة خلال فترة ما بعد الظهيرة، بالإضافة إلى سحب الخريف المنتشرة هنا على سواحل وجبال محافظة ظفار. وهنا أيضا تبدو حاضرة السحب المحلية على جنوب شبه الجزيرة العربية. حركة الرياح للنهار القادم، معظم الرياح تبدو جنوبية شرقية إلى جنوبية بين 10 إلى 20 عقدة على الوسطى وظفار، فيما يبقى البحر هائج الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 3 أمتار. مباشرة إلى أقصى شمال السلطنة في محافظة مسندم أيضا تتواصل الرياح الجنوبية الشرقية بسرعة 10 عقد، فيما يكون البحر هادئ الموج، ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر، ورطوبة نسبية تصل إلى 80%. أما بالنسبة على بحر عمان، فتبدو الرياح شرقية إلى شمالية شرقية 10 عقد، والبحر هادئ الموج، ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر، وتكون الرطوبة النسبية عالية بالفعل تصل إلى 90%، وقد تتواجد بعض السحب المنخفضة على السواحل. مسقط 32 درجة مئوية في الرستاق أو جنوب الباطنة بشكل عام، هناك فرص للأمطار المحلية خلال فترة ما بعد الظهيرة، فيما تتواجد بعض السحب بين حين وآخر على شمال الباطنة مثل ما يبدو في صحار، و34 درجة مئوية، وبعض السحب حاضرة هنا في محافظة مسندم، ودرجة حرارة تبقى عند أواخر الثلاثينات. مباشرة إلى شمال الشرقية، في إبرة فرص لبعض الأمطار المحلية الرعدية، ودرجة حرارة عند أواخر الثلاثينات، الفرصة ذاتها هنا موجودة في الداخلية نزوة وجبل شمس مع فرص الأمطار المحلية طبعا هنا في عبري بمحافظة الظاهرة، درجات حرارة عند أوائل الأربعينات، وكذلك هو الحال هنا في البريلي. مباشرة إلى محافظة ظفار والخريف في صلالة، 27 درجة مئوية، فرص لتساقط بعض الأمطار الخفيفة أو الرذاذ، ثمرية 34 درجة، 41 درجة مئوية في هيمة مع احتمال تدفق بعض السحب العالية والمتوسطة، وأيضا الضباب خلال ساعات الصباح الأولى في مصيرة هنا 31 درجة مع بعض السحب المنخفضة أيضا. بشكل عام على سواحل جنوب الشرقية 31 درجة، في الأشخرة وفي صور 36 درجة مئوية. إذن أمطار خير وبركة بمشيئة الله، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.